فلاش سبور. صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. بعد شوية نحكيو على جوائز الكرة الذهبية والتتويج المثير للجدل للاعب الإسباني رودري، لكن قبل هذا البداية بالأخبار المحلية. برنامج مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبعد أكيد نحكيو على آخر أخبار الأندية، والجولة تلعب على زوز دفعات نهاية هذا الأسبوع. يوم السبت انطلاقا من الساعة 2:30، اتحاد بنقردان يواجه الملعب التونسي، مستقبل جابس يستضيف نجم المتلوي، شبيبة العمران مستقبل سليمان، والأربعة ونص متاع العشية في ملعب حمادي العقربي في رادس النادي الإفريقي مع الاتحاد الرياضي المنستيري. يوم الأحد اكتمال الجولة من خلال الدفعة الثانية على الساعة 2:30 كل المباريات، نادي رادس فاقسي الأولمبي البيجي، قواف القفصة الاتحاد الرياضي بتطاوين، ترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي، ومباراة القمة المقابلة المنتظرة بين النجم رادي الساحلي والترجي رادي تونسي في ملعب سوسة. ومن أخبار مواجهة الكلاسيكو، نجم الرياضي الساحلي يعلن بداية عملية بيع التذاكر عن بعد منذ يوم أمس عبر الموقع الإلكتروني OSS بوتيك، وتتواصل حتى يوم غد الأربعاء على الساعة 7. الأسعار 12 دينار، 20 دينار، 250 دينار، 16 تذكرة للمقصورات، سعر الواحدة زوز ملايين 2000 دينار، واستلام التذاكر سيكون ابتداء من يوم الخميس، يتواصل إلى غاية يوم السبت. نجم رادي الساحلي إذن ينطلق في عملية بيع التذاكر عن يعني على الطريقة الإلكترونية، في انتظار طبعا وهذا مؤكد ومنتظر فتح شبابيك ملعب سوسة أو مقر النادي لبقية عدد التذاكر من هنا ليوم المباراة. نذكر المباراة بين النجم والترجي يوم الأحد. والنجم الرياضي الساحلي قرر إقامة كل الحصص التدريبية بحضور الجماهير انطلاقا من اليوم على الساعة 3 بملعب سوسة، بعد ما كانت لفترة طويلة تقام خارج ملعب سوسة في مركب النادي دون حضور الجماهير. النجم الرياضي الساحلي في بيانه يدعو جماهيره إلى تشجيع الفريق ومؤازرة اللاعبين من أجل العودة في سباق البطولة. في المقابل من جهة الترجي، اسكندر القصري يواصل الإشراف على الحصص التدريبية للترجي، وبش يقود الفريق في مباراة يوم الأحد في انتظار التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. النادي الرياضي الصفاقسي ينزل ضيفا على نادي الأخضر الليبي غدوة الأربعاء في مباراة ودية احتفالا بافتتاح الملعب الجديد الوادي الكبير في ليبيا. يعني الدعوة جات من الفريق الليبي لفريق نادي الرياضي الصفاقسي من أجل حضور المباراة، وباش تكون في شكل احتفال مقابلة انطلاقا من 6 متاع العشية حسب ما أعلنوا CSS على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. في الاتحاد الرياضي المنستيري تنعقد اليوم جلسة العامة الانتخابية 5 متاع العشية في احدى النزل في المنستير، رغم انه باب تقديم الترشحات اغلق البارح دون وصول اي مطلب لرئاسة النادي. في مستقبل جابس المدرب الجديد البارح شهاب الليلي أشرف على أول حصة تدريبية ليه مع الفريق، وكان معاه في الإطار الفني أحمد الوردني كمدرب مساعد أول، في الإعداد البدني كل من محمد علي وعلي المرزوقي، شكري بوسعادة مدرب حراس، وفي المتابعة والتقييم حافظ بن براهم. والمباراة القادمة لمستقبل جابس ضد نجم المتلوي يوم السبت كما قلنا ستكون أول مباراة لشهاب الليلي على رأس الإطار الفني للفريق إلى جانب بقية أعضاء الجهاز الفني. ومن أخبار المدربين، في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، سكك الحديد الصفاقسي يتعاقد مع كمال الزواغي في خطة مدرب جديد خلفا لمراد السبعية. من جهته شكري الخطوي يسافر اليوم ليبيا لخوض تجربة تدريبية جديدة، المرة هذه بطل الموسم الماضي نادي النصر الليبي، يساعده سامح الدربالي، المعد البدني لطفي رجيلي، والمختص في الإحصائيات سامي الناجح، في انتظار الحسم في هوية مدرب الحراس. من أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، بطبيعة آخر الأخبار اللي تحصلت عليها الإذاعة الوطنية التونسية فيما يخص قائمة اللاعبين المنتظرة، نعطيكم بعض الأخبار، نجم نقولوا بعض التسريبات والكواليس. نعرف المنتخب الوطني سيواجه يوم 14 نوفمبر القادم منتخب مدغشقر في جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، ثم مباراة العودة يوم 18 من نفس الشهر 18 نوفمبر، نقصد المباراة الأخيرة في الجولات هذه، جولات
ثلاثة للتصفيات. مباراة الجولة الختامية الجولة السادسة ستكون كما قلت يوم 18 نوفمبر ضد منتخب غامبيا في رادس. آخر الأخبار اللي عنا فإنه النية تتجه لإعادة عديد من اللاعبين، وأبرز خبر ممكن نسوقوه لمستمعين الإذاعة الوطنية التونسية تقريبا مؤكد عودة الياس العاشوري لاعب كوبنهاجن الدنماركي وأيضا لاعب فريق 20 الهولندي نحكيه على سيف الله الطيف. جزء من اللاعبين هذوما كانوا غايبين على التربص الماضي بالنسبة لاختيارات المدرب السابق فوزي بن زرتي. الياس العاشوري نعرفوا شنو صار معاه، خاصة يقال أنه رفض الدعوة، وفوزي بن زرتي كان قال في ندوة صحفية الأولى ليه وقتها مع المنتخب التونسي يقول ما كانش متحمس. مصادر مقربة من العاشوري تقول بالعكس عنده حماس أنه يكون في المنتخب، تجاوز الإصابة اللي وقتها خليته يعتذر على تعزيز صفوف المنتخب. كيف سيف الله الطيف، قيس ليعقوبي وعثمان النجار يشرفوا توا على المنتخب التونسي كما قلت يتجهوا لإعادة هذا الثنائية. نحكي توا على الحدث البارح، هو تتويج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب الإسباني رودري بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في الحفل السنوي اللي تنظمه فرانس فوتبول. بطبيعة مبروك عليه، لكن يبدو أنه ما فرحش برشا بها لأنه برشا نقد تقريبا في كل وسائل الإعلام العالمية، في كل رواد منصات التواصل الاجتماعي، رغم القيمة الفنية الكبيرة. رودري تقريبا من أفضل لاعبي الارتكاز في العالم، على فكرة هو دخل التاريخ كأول لاعب ارتكاز في العالم يفوز بجائزة الكرة الذهبية منذ الألماني لوتر ماتيوس عام 90. يعني كانت كل الترشيحات تصب نحو تتويج جونيور فينيسيوس اللاعب البرازيلي لريال مدريد، رودري في المركز الأول، جونيور المركز الثاني، جود بيلينغام المرتبة الثالثة. رغم كل الترشيحات كانت تصب في مصلحة جونيور، جدل كبير البارح ريال مدريد خاصة أعلن مقاطعته للحفل في العاصمة باريس احتجاجا على عدم تتويج لاعبه البرازيلي. يقول حتى في بيان رسمي كانوا فما ملاعبية أخرين من ريال يستحقوا بيلينغام وكارفخال. وبقية الجوائز، أفضل فريق لعام 2024 ريال مدريد، أفضل فريق للسيدات برشلونة الإسباني، أفضل مدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أفضل لاعب شاب لامين يامال من برشلونة، أفضل حارس للسنة الثانية على التوالي الأرجنتيني حارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.